أهلا بكم. نبدأ من السعودية، حيث أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان هناك خلال مؤتمر صحفي اليوم، أعلن عن مبادرة سعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول لاتفاق سياسي شامل، مؤكدا أن المملكة ستواصل دعم الحكومة الشرعية والشعب اليمني. كما دعا وزير الخارجية السعودي الحكومة الشرعية والحوثيين للقبول بمبادرة إنهاء الأزمة التي تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار وفتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات. وأكد بن فرحان أيضا على حق المملكة الكامل في الدفاع عن أرضها وشعبها ضد اعتداءات الميليشيات الحوثية، مشيرا إلى أن التدخلات الإيرانية هي السبب الرئيسي في إطالة الأزمة في اليمن. استمرارا لحرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وتأكيدا لدعمها للجهود السياسية للتواصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية فيما شارت بيل وجنيف والكويت وستوكهولم، فإنها تعلن عن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية ولسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعات قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل